بس انا احنا يعني انا بقول لك الموضوع ده عشان بجد انا بحس ان يعني مهم جدا بالنسبه للفنان ان هو يفضل على السوشيال ميديا in a way or another. وفي نفس الوقت بحس ان بعد وقت انتوا بيجيلكوا زي حاله كده ان انتوا كانكم لابسين درع، مش بتحسوا قوي بالحاجات اللي الناس بتكتبها من كتر ما انتوا بتبقوا عارفين ان عندهم هم المشكله. والله انا بقول لك على نفسي، انا ما اعرفش ناس بتتعامل ازاي مع في ناس بتتجاهل الموضوع خالص، في ناس ما بتتجاهلش، في ناس بترد، في ناس بتعرف تبقى بتتعامل كويس قوي على السوشيال ميديا، وفي ناس بتبقى يعني اصلا بحس كمان ان ده كله عالم موازي، ده مش عالم حقيقي. صح. يعني ده مش ده عالم احنا اللي عملناه، اخترعناه. احنا اللي اخترعناه، وكل واحد بشخصيته اللي هو عايزها، مش الحقيقه. بالشكل ده مش اللي حقيقي. يعني هو انا بحب العب مثلا يوجا جدا، بلعب يوجا كل يوم، بس ساعات بيجي عليا فتره ما بلعبش لانه انا مثلا مش عارفه اظبط يومي او انا بشتغل فمش عارفه اصحى. بحس بقى بان انا ايه، عندي احساس بالذنب لان لما بلاقي ناس بتيجي مثلا في الشارع تقولي احنا بنحب نتفرج عليكي وانت بتعملي يوجا، او بنحب نشوف البول، ده الحاجه اللي ممكن ترجعني تاني، ده الحاجه المفيده الوحيده في هذا العالم الموازي المريض. لكن غير كده والله صدقيني انا ما بحبش. لذيذه قوي والله بجد، بالعكس صدقيني بجد. هو بس لكن انت بقى ممكن تبقي ايه، الناس كتير بتطلع الحاجات اللي بتضايقها. او مثلا تعالي نتكلم في حاجه، مثلا انا قررت في يوم زي يوم المطر الفظيع ده ان انا انزل دعاء المطر. ليه هتشتم بقى؟ يعني الناس بتتعامل معاكي بما انك كده، انت ما ينفعش تبقي اي حاجه تانية. احنا في البرنامج بتاعنا بتاع ترانز، يعني على قد ما هو برنامج المفروض بيقول ايه هي الاخبار اللي بتحصل على مدار الاسبوع وايه اهم الحاجات اللي حصلت والفنانين وكده، لكن دايما بنحاول ان احنا نلقي الضوء على ان الناس تبقى رحيمه شويه ببعض على السوشيال ميديا والحاجات دي. طبعا يا ريت. بس هي زي ما قلت لك هي ترند، لان كل واحد عارف ان هو هيخش يضايق او هيخش يعمل يقول حاجه غريبه او كده، ده هيسمع جدا. فده بستغربه بصراحه، انا حقيقي بستغرب النوع ده من الناس.